الرأي العام بيقول له ستوب، ما ينفعش، ما ينفعش بجد. فده كويس، ده مش وحش. محمد منير بدأ حبيبي امبارح يسجل البوم الجديد، مستنينك يا كينج على نار. شوفوا بقى العظمة بتاعت محمد منير. الالبوم اسمه ايه يا جماعة؟ وطن. طيب حد يقول لي بقى الاخ عمرو دياب بيطلع البوم اسمه وطن؟ الاخ محمد بتنجان اسمه ايه؟ اي حد بقى، اي حد بيغني يطلع البوم اسمه وطن؟ عشان كده انا بعشق محمد منير. ليه؟ عنده قيمة يا جماعة، والله العظيم حتى بعد كام جيل انا افتكر شبابيك لمحمد منير، حواديت لمحمد، حدوته مصريه لمحمد منير، لما النسيم، كتير قوي 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 في الكينج. ليه؟ كلام الله يرحمك عبد الرحيم منصور، ولحن وصوت مصر بقى. فالالبوم الجديد بتاع منير اسمه وطن. وطن. الكنيسة القبطية في السعودية لأول مرة، خدوا بالكم دي أحد على مزام، ما كناش نتخيل من 10 سنين إن فيه كنيسة هتبقى في المملكة السعودية، وإنه فيه قداس يقام في الكنيسة القبطية في السعودية. خدوا بالكم ده إنجاز، ده تغيير، ده الأول مرة بيحصل في المملكة العربية السعودية. البابا تشداس، وكان طبعا فيه ده عشان الأقل موجودين سواء مصريين في العاملين في المملكة.